وللحديث أكثر عن سوق الأسهم السعودية انضم معنا هاتفيا محلل أسواق المالية الأستاذ عبد الله الجبلي. حياك الله سيد عبد الله وصباح الخير، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ معك. حياك الله. كنت أود أن أسأل كنت أود أسأل بالنسبة على أداء السوق بعد أن السوق يعني الآن خسر مستوى 8000 نقطة، واللي ربما أنها ستزيد الضغوط بالنسبة على السوق واستمرار السوق بالنسبة دون هذه المستويات. سيد عبد الله، أبغى تحطنا في الصورة الآن، هل هناك تأثيرات عالمية بالنسبة على الأسواق بالتالي أنعكس على السوق السعودي وأسواق المنطقة، أم أن السوق المرحلة الماضية وصل لمرحلة متشبعة وحقق بعض المستويات الإيجابية بالتالي مرحلة تصحيح للسوق الآن مرحلة طبيعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هناك عدة عوامل من ضمنها تضخم مؤشرات سوق الأسهم السعودية بعد الصعود من مستوى 7000 إلى ما فوق 8400 نقطة. هذا بالإضافة إلى الإعلانات السلبية لبعض الشركات القيادية خاصة من شركات البتروكيماويات. هذا بالإضافة إلى تراجع أسواق السلع والأسهم حول العالم بتأثير القادم من الصين بعد مرض كورونا. كل هذه يعني كانت تدفع وتضغط على السوق السعودي لكسر مستويات 8000 نقطة كما هو حاصل الآن. نعم، بالنسبة الآن في ظل أنه عدم يعني ظهور ما يحفز الشراء بالنسبة من قبل المستثمرين، كما ذكرت بالنسبة على معظم نتائج الشركات اللي ربما غالب الشركات لم تعلن نتائجها، هل ربما تحركات أسعار النفط الفترة القادمة في ظل استمرار القلق تجاه تفشي يعني فيروس كورونا؟ والله أنا أعتقد أن إذا كان في هناك انحسار للفيروس فأسعار الأسهم والسلع بما فيها أسعار النفط والسوق السعودي سوف تتحسن. فنيا السوق السعودي اقترب كثيرا من دعم مهم عند 7800 نقطة، في تصوري من الناحية الفنية سوف يحترم إن شاء الله هذا المستوى وسوف يعطي مؤشرات إيجابية على الصعود. الدليل على ذلك أننا نجد أن السوق اقترب من 7800 نقطة ونازل اليوم، وفي هناك شركات تخالف حركة المؤشر العام. أنا في رأيي أن هذه إشارة إيجابية توحي بأن 7800 ستكون يعني آخر نقطة لنزول السوق الحالي. نعم، أنتقل معك بالنسبة لنتائج الشركات. كان عندنا اليوم العثيمين أعلنت على نتائج نمو في أرباحها ب 14%. قراءتك بالنسبة لنتائج الشركة وكيف أنعكس هذا بالنسبة أو سينعكس على القطاع أيضا بالنسبة على مستويات مؤشر المستهلكين بالنسبة في المملكة، الحركة الشرائية بشكل عام؟ والله بما أن العثيم هو القيادي في قطاع سوف يعني يؤثر إيجابا على أسهم القطاع، ولكن لا زالت الحقيقة الحركة في قطاع التجزئة بشكل عام حركة ضعيفة. نسبة خلينا نقول حركة البيع ونسبة المبيعات لا ترقى مثلا إلى 2017-2018، وبالتالي أنا أعتقد أن ما حصل من ارتفاع يعود إلى أرباح غير تشغيلية بالنسبة للشركة. هذا ما يعني سعت إليه أنا أعتقد إدارة الشركة وانعكس إيجابا على النتائج التي ظهرت اليوم. نعم، بأختم معك مع شركات الإسمنتات، شهدنا عليها بعض الحركة السلبية في مطلع هذا الأسبوع، مع الآن السوق اللي ربما تراجع بأكثر من 5% منذ بداية العام الحالي. القراءة بالنسبة لبعض القطاعات اللي كان متوقع أن نشهد عليها نمو، شركات الإسمنتات وأيضا قطاع التأمين، قراءتك بالنسبة لهذا القطاع في ظل الترقب الآن بالنسبة لنتائج هذه الشركات؟ والله شركات الأسمنت خلال يعني عام كامل ارتفعت ارتفاعات كبيرة، يعني بعض الشركات وصلت إلى أكثر من 100% من الارتفاعات، في ظل أن مبيعات الأسمنت بشكل عام في السعودية لم تصل إلى هذه النسبة. هذا بالإضافة إلى النزول الكبير والضاغط خلال 2017-2018 على شركات الأسمنت، كلها يعني دفعت إلى هذا الارتداد الذي نراه حاليا. الارتداد الحقيقة سبب تضخم كبير في المؤشرات الفنية، وهذا ما جعل شركات الأسمنت تصحح، وأنا أعتقد أن التصحيح ربما يأخذ عدة أسابيع أخرى إن شاء الله. الأستاذ عبد الله الجبلي المحلل المالي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.